تاني للقاء تالت. بس اسمحوا لي ان انا في هذا اللقاء اعود بالذاكره لاكثر من ربع قرن، لاتذكر طبيب شاب تتسم حياته بالجديه والالتزام الى ابعد حد، ومقياسي لجديته والتزامه كان على ارض دير البراموس. شاب يجي الدير اشوفه في التسبحه كجندي في جيش الله من اول لحظه الى اخر لحظه، اشوف اداؤه وحفظه للتسبحه عجيب الى ابعد حد، ويستكمل التسبحه بالقداس الالهي. لم اره الا في هذا الوضع في كل مره. يا ترى ماذا سيكون وراء هذا الشاب؟ ما وراء هذه الجدية والالتزام المبكر في حياة هذا الشاب؟ لابد أن الله يعده ليكون له دور وموقع ريادي في الكنيسة. أحبائي، شخصية لقائنا الثالث شخصية قيادية، ولكن يتسم بالقيادة الحكيمة، القيادة الهادئة، فينظر أن تراه منفعلا وفي قيادته الحكيمة والهادئة مجملة بالحزم، وفي حزمه لا يترك جرحا ولا شرخا في نفسية أي شخص. أحبائي، نحن أمام قيادة عابدة، أمام قيادة محلقة دائما مع الملائكة في التسبيح. يرتفع بنا إلى السماء وإلى عرش الله عندما يحدثنا عن القداس الإلهي، أو عندما يقودنا مصليا القداس الإلهي وبصفة خاصة باللغة القبطية التي يجيدها لحنا ولغة. أحبائي، نحن الآن مع صاحب الفكر العابد المعلم نيافة الأنبا رفائيل الأسقف العام. أهلا بك سيدنا. أهلا سيدنا، ربنا يخليك. نيافة الأنبا رفائيل غني عن التعريف، جمهورنا أكيد مع أول جملة أنا بدأت أقولها أكيد أنبا بولا بيتكلم على نيافة الأنبا رفائيل. أهلا بك سيدنا، ربنا يخليك. لما نتكلم عن نيافة الأنبا رفائيل الحقيقة برضو بحب كده دايما شخصيتي أحلل الأمور. أما بص كده على اللي رشحه سيدنا ألاقي نيافة الأنبا استفانوس أسقف الفشت، ولاقي نيافة الأنبا ويسا من مطارنا الكبار القدام مطران البليانة، ومعاهم ثلاثة أكيد من دير البراموس. مش معقول أباء دير البراموس مش هيرشحوا نيافة الأنبا رفائيل، فبيرشحوا نيافة الأنبا مركوريوس أسقف جرجا، نيافة الأنبا داود أسقف المنصورة، نيافة الأنبا أبولو أسقف سينا الجنوبية. إنما ما شد انتباهي أن يرشحه شيخ مطارنة الكنيسة القبطية نيافة الأنبا ميخائيل، وأن يرشحه بخطاب خاص وليس بمجرد توقيع على ورقة الترشيح. إذن نحن أمام شخص له مكان لدى الكل، محبوب لدى الكل، موضع ثقة الكل. أنا من شوية بتكلم عن الجدية في حياة نيافة الأنبا رفائيل. صدقوني شد انتباهي في موضوع الجدية والالتزام وعدم إضاعة الوقت نقطة غريبة. نيافة الأنبا رفائيل خلص دراسته في كلية الطب وحصل على بكالوريوس الطب في ديسمبر 81،
وحصل على بكالوريوس الإكليريكية 84. الفرق كام؟ 3 سنين. طب الدراسة في الإكليريكية بتبدأ في سبتمبر، وسيدنا أنهى دراسته في الطب في ديسمبر. مش عارف ازاي، يعني عمل ايه عشان يذاكر الكليريكية وهو بيمتحن الطب؟ ما عندوش وقت يضيعه، مش هيضيع سنة من غير ما يدرس الكليريكية. هذا هو نيافة الأب رفائيل، الأب الجاد، الأب الملتزم، والذي يمثل الالتزام جزءا من حياته على مدى سنوات حياته. طبعا نيافة الأب رفائيل يشرفني أنا شخصيا أنه أحد أبناء دير البراموس، وأنه ترهب في دير البراموس سنة 90. ومحبتي تزداد أول نيافة الأب رفائيل أنه التلمذ على أحب أحبائي من أعضاء المجمع المقدس، حدش يغير أنه التلمذ من فترة شبابه على حبيبنا كلنا نيافة الأنبا موسى، ربنا يديله الصحة وطولة العمر. خدم مع نيافة الأنبا موسى وهو راهب، وخدم مع نيافة الأنبا موسى في أسقفية الشباب عندما سيما أسقفا سنة 97. ولتميزه وهدوءه وحكمته وإدارته للأمور أسند إليه طيب الذكر المتنيح البابا شنودة الثالث خدمة وسط القاهرة. يعني اوقات تتخيلوا الموضوع ده بالسهل، وسط القاهرة دي موضوع مش بسيط، عايز انسان هادي حكيم يتسم بالحزم مع المرونة والحكمة في التعامل مع الكل. سيدنا دارس طب، اكيد يجيد الانجليزي، انما فوق الطب والانجليزي سيدنا يجيد لغة تانية اجادة كاملة، هي ايه تفتكروا؟ اللغة القبطية. سيدنا الحبيب له الكثير من الكتابات سواء مقالات أو كتب، فأخرج إلى النور في الفترة الماضية ما يقرب من 31 كتاب غير المنشورات والنبذات والمقالات. سيدنا أهلا بيك، نرحب بيك تاني سيدنا. طبعا سيدنا أنا بتكلم في عناوين، إنما نيافتك لازم تعرف الشعب على دكتور ميشيل وما قبل حصوله على كلية الطب. أعتقد نيافتك نشأت في الفجالة. لا في شبرا سيدي. شبرا مش فجالة يعني، ده شبرا. طب نسمع نيافتك المرحلة دي، والحديث عن شبرا بالذات بيوري العمق الروحي لشعب القبطي في هذه المنطقة. فعلا شبرا منطقة متميزة جدا حتى اليوم يعني. حتى نكهة الروحانية في شبرا مختلف، ليها طعم كده خاص جدا. يعني أنا بعد الخدمة خرجت أماكن كثيرة، كل الأماكن حلوة يعني، الناس كلها حلوة، بس شبرا ليها طابع خاص. فأنا حظي إن أنا اتولدت في شبرا جنب الكنيسة على طول، كنيسة العذراء في الحافظية. والدي كان شماس وعضو من مجلس إدارة الكنيسة، فوجودنا كموقع يعني البيت جنب الكنيسة وموقع والدي في الخدمة، كنا منذ الطفولة المبكرة يعني في الكنيسة. إنما الكنيسة كان فيها شمامسة شطار كده زي نيافة الأنبا رفائيل، يحبوا التسبحة ويحبوا الألحان. أنا مش شاطر يا سيدنا، أنا أوحش الناس. هو يمكن سيدنا زماننا غير دلوقتي، كان يندر أن يكون حد حافظ تسبح، يمكن القداسات والالحان كان في شمامسة كتير حافظه. كان اكتر كنايس في شبرا عارفه تسبحها كنيسه أنبا أنطونيوس، كنيسه الجيوشي. وبعدين انا كان مدرستي توفيقيه، وقبلها مدرسه شبرا الاعداديه، كان في زملاتي من الكنايس دي، حد من مسره، من طوسون، من جيوشي، من أنبا أنطونيوس، فكنا نحفظ من بعض. من ضمن زملات نيافة الأنبا يوسف يعني، بس كان يسبقني بسنة. فالكنيسة نفسها يوسف شبرا برضو، أنبا يوسف أنبا يوسف جنوب أمريكا. النهاردة كنا مع أبونا رفائيل، أبونا رفائيل الأفامينا شبرا برضو.
أنبا يوسف كان من أنبا أنطونيوس الشبر. فكنيسة كانت في منتهى النهضة وقتها يعني، كانت عملاقة في الخدمة. الحاجة الثانية أن أنا اتخدمت أكتر في كنيسة ماري جرجس خماروي، دي الكنيسة اللي أنا اتعمدت فيها. أنا بس عايز أوضح أن دايما ربنا بيعد خدامه في سن مبكر جدا. يعني واضح بيبقى التميز من سن مبكر، وده اللي بيدي علامات أن ربنا بيجهز هذه النفس لخدمة أيا كانت هي إيه. بس على الله النفس تبقى نافعة قدام ربنا. أي سن العفو. سيدنا نيفتح خدمت فترة خدمة كاملة بتفرغ كامل في أسقفية الشباب، وأعتقد أن خدمة أسقفية الشباب امتدت في السنوات الأخيرة من مجرد بتقدم خدمات للشباب قطاع الشباب إلى أنها امتدت إلى خدمة كل الأعمار على سبيل المثال من خلال المهرجان بتاع الكرازة. ونيافتك لك دور كبير جدا في هذا الأمر في السنوات اللي فاتت. برضو عايز نيافتك تسلط لنا الضوء، المرحلة اللي جاية في الكنيسة تحتاج إيه في التربية الكنسية بالتحديد بصفة خاصة وفي الشباب بصفة عامة؟ طبعا احنا في احتياج لتحديث كل شيء. يعني النهاردة أي حاجة بنعملها النهاردة بكرة هتبقى قديمة. طبعا. فيبقى الواحد دايما في فكر يسبق الزمن، وده بيعمله سيدنا أنبا موسى، ان احنا من آن لآخر نقعد نتدارس مع مجموعات كتير من الشباب ايه الجديد اللي نقدر نقدمه، مش بس في الموضوعات لكن كمان في الميثودولوجي، الطريقة اللي اقدر اوصل بيها للناس. محتاجة يعني ان احنا نفرش المظلة اللي بتخدم الشباب والقطاعات بتاعتنا عشان تغطي الكل، لان في برضو مازال ناس كتير مش مستفيدة بالمجهود المبذول في الكنيسة. يعني في فئة من الشباب البعيدين محتاجين برضو نشوف ايه طريقتهم، ايه فكرهم، وايه الاسباب اللي مخلياهم محجمين عن الاندماج في الكنيسة. محتاجين يعد ليهم خدام من نوعية خاصة، مش النوعية النمطية بتاعت الخادم اللي هو طلع من صغره في الكنيسة متربي واخد على الجو الكنسي وإنسان روحاني وحلو، فاحنا خليناه بيخدم الناس الروحانيين الحلوين اللي بيجوا الكنيسة. احنا عايزين نوعية جديدة من الخدام اللي ينزل في المناطق الصعبة وفي الأهاوي ويجمع الشباب ويكون مش مجرد بيجمعهم، كمان يديهم الفائدة الروحية وازاي توصل ليهم يستوعبوها ويستقبلوها ويستفيدوا بيها. مجهود كتير مطلوب من الكنيسة. سيدنا أنا بسافر بره في الخمس ست سنين الأخارة لما كنت بسافر كان بيقلقني جدا شكوى شعبنا القبطي من انتشار فكر الإلحاد وبصفة خاصة في الجامعة، وبدأت أساتذة الجامعة تعرض لدرجة الفرد هذا الفكر على الطلبة بشكل أو آخر. ولاحظت أن هنالك مؤتمرات لبضعة أيام في مناطق متعددة فقط لنشر فكر الإلحاد، لدرجة نيافة الأنبا سوريال في ملبورن بدأ يترقب هذا المؤتمر السنوي اللي بيقوله من كل بلاد العالم. فبدأ ده بالنسبة لولادنا اللي في المهجر هجوم شرس على العنصر الإيماني. إنما ما أقلقني أكتر في هذه الأونة إن بدأ يصل إلى مسامعي أن هنالك بعض من ولادنا بدأوا ينكروا الإيمان وبدأوا ينحرفوا فكر الإلحاد. لأن يفتك تعرف دلوقتي من خلال الإنترنت سهل التأثير على الناس، فدي مشكلة موجودة قدامنا لازم هنفكر فيها. المشكلة الثانية معدلات الإدمان، ولما نتكلم عن مدمن بيبقى حاجة بعيدة شوية. النهاردة لما بنتكلم على نسبة الإدمان بقت نسبة عالية لدرجة أن مجلس الشورى الأسبوع اللي فات ده كان بيتكلم عن هذه الظاهرة الخطيرة اللي بدأت تمثل نسبة كبيرة من الشعب. مشكلة ثالثة بقت محطوطة قدامنا دلوقتي
وإمكانيات الكنيسة ضعيفة قدامها مشكلة البطالة اللي بتخلي ابني ليله يبقى نهار ونهاره يبقى ليل، الليل مع النت والأفلام البورن وغيرها وغيرها وغيرها، أو على القهاوي وفي سهرات وما يترتب عليها من تنوع في الإدمان، أو على النت من خلال أفكار إلحادية بتهاجمه. عندنا الثلاث مشاكل دول. ألا ترى نيافتك إن احنا محتاجين بأسلوب مؤسسي نفكر في الثلاث مشاكل دول في المرحلة دي؟ ده لابد. هو طبعا أول مشكلة بتاعت الإلحاد، أنا أعتقد إن السبب الرئيسي هو الهجوم بين الأديان. يعني المسيحيين اللي بيهاجموا الإسلام والإسلام اللي بيهاجم المسيحية، فتشوهت صورة الأديان في نظر كله، بيصب في مصلحة الإلحاد. الشاب بيلاقي بيقول لك ده كله طلع أوانط، كله بيطلع عيوب بعض. فأنا يعني بأهيب بالناس العاقلين، بلاش مهاجمة الأديان عموما، لأنها فعلا بتصب في مصلحة الإلحاد. يجب أن احنا نحترم بعض، نحترم أفكار بعض، آراء بعض، معتقدات بعض، وبعدين يبقى في حرية أن الواحد يفكر بدون أن يسيء للآخر، يعرف إيمانه ويعرف إيمان الآخر دون أن يسيء للآخر. بالإضافة طبعا للنظريات العلمية اللي هي بتصب في الإلحاد في الحقيقة عن عدم تدقيق، لأن العلم الحقيقي، الإنسان العالم الحقيقي مش النص عالم، يفهم إن في حاجات كتير جدا هو مش عارفها، ما يقدرش يفسرها. نظرية البيج بان دي بتلهب أذهان الشباب، الانفجار العظيم والدنيا اتكونت لوحدها، خاصة لما بدأوا يعملوا محاولات، يعني يعملوا نماذج مصغرة يحاولوا يوصلوا منها إن ده كان موجود ويأكدوه. لكن أي واحد بيقتنع بهذه النظرية لازم يسأل نفسه، طب إيه سر الروح اللي هم مش عارفين يوصلوا لها؟ يعني الحياة نفسها، وبعدين مين اللي عمل أساسا البيج بان؟ يعني ما هو لازم في حد، في لازم صانع. فالمهم إن 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 مفروض فعلا مواجهة الفكر الإلحادي بطريقة ممنهجة. الحاجة الثانية بتاعت الإدمان، هل ده معناه ان احنا برضو نفكر ان في مناهج خدام والشباب والتربية الكنسية بصورة او اخرى نركز شوية على الحتة الإيمانية؟ ضروري جدا. وللكبار نركز على الإلحاد والرد على النظريات الإلحادية المعاصرة حاليا؟ ضروري جدا. بس انا برضو في حتة اقولها نيافتك غير حتة المناهج. yeah. بس هقولها على التلاتة. اتفضل. اول حاجة الإلحاد، الثانية الإدمان. الإدمان النهاردة بقى متاح لأي حد، ترامادول ده بقى صعب جدا، الناس بيجي من الصين، ده بتيجي كونتينرز، بتيجي كميات ضخمة جدا، بتغرق السوق بأسعار رخيصة، فأي حد ممكن يشتري ويدمن. بالإضافة إن هم بيدمنوا حاجات كده. نيافتك تقول لنا كخادم للشباب وكطبيب في دقيقتين، خطورة الترامادول إيه؟ هو طبعا الترامادول مسكن، بيتاخد مثلا في حالات الكانسر لانه بيبقى فيه الام شديد جدا، لما ياخد القرص بيستريح. لكن لما يكون نوت انديكيتد، يعني هو واخده مش محتاجه، ما عندوش الم، فيبتدي هو بيحس بنشوه وبدنيا جميله. حتى لو خده كمسكن بدوز عاليه والفترات طويله، انا برضو ما طبعا دي مشكله بقى لما يكون واحد مريض ومضطر ياخد، بيدخل في الحكايه دي غصبا عنه. لكن لما يكون واحد واخدها دلع، واخدها زملاته اغروه، فدخل في جو مش بتاعه، مع الوقت بقى ديبندنت، معتمد على الدواء ده، ما يقدرش يعيش من غيره، ممكن يسرع عشان يجيبه، ممكن يقتل حد عشان يجيبه. وكل مواد الادمان كده تخلي الواحد يخرج عن شعوره وعن وعي. وبعدين طبعا هي صحيح بتسكن الالم، لكن ليها سايد افكت، هو مش بياخد الفايده لان هو اساسا مش محتاج، مش محتاج، بياخد سايد افكتس اللي هي الاعراض الجانبيه او الاثار الجانبيه. وطبعا الحاجات دي لازم الشباب يفهم ان هي بتدمر سنترز في المخ، بتدمرها، فممكن يفقد حاجات كتير جدا، ومنها حتى القدرة الجنسية، خسارة. فيعني والشيء المؤلم ان الشباب بيشوفوا المنظر ده وعارفين اضراره، ومع ذلك كمية الناس اللي بيقعوا في المستنقع ده. هو في الاول نتيجة المعاشرات الردية اللي بتفسد الاخلاق، بيغروا بعض، بيغروا بعض، بيغروا بعض. المشكلة الثالثة بتاعت البطالة دي بقى محتاجة في حقيقة خطة على مستوى الدولة. يعني والكنيسة المفروض تكون كمؤسسة برضو كأنها نعتبرها مؤسسة أهلية بتشارك في خدمة المجتمع، يجب أن يكون لها مساهمة. لكن بالأكثر رجال الأعمال،
رجال الاعمال النهارده المفروض يفكروا بطريقه ان لو هو عمل مصنع في منتصف الصعيد هيشغل ناس كتير، بدل ما كله عمال يهج ويجي القاهره واللي عايز يخرج بره. اللي بيجوا في القاهره دول عملوا ازمه ضخمه جدا في التضخم السكاني بتاع القاهره، العشوائيات وكلهم سكنوا في عشوائيه، وفي نفس الوقت برضو فرص العمل بتقل. بينما لو اتعملت مصانع متنطوره في المحافظات هيبقى اوفر له، لان هو بياخد عمال رخيصه وبيسوق بتكاليف رخيصه بدل ما ينتج في القاهره ولا في 6 السوق اكتوبر. السوق في الصعيد والعماله في الصعيد والمنتج والعامل ساكن في بيته مش هيتغرب ويدفع فلوس ايجار ويصرف اكل. فانا مش فاهم ليه هم ما بيفكروش بالطريقه دي. اعتقد يعني بدا الفكر بتاع الدوله يتجه للصعيد شويه دلوقتي. مفروض كده، لان طبعا الصعيد كله فقير من الفرص انما العمل. نفتك مع ان الكنيسه تعمل مؤسسات انتاجيه عشان تشغل فيها الناس. انا مش عايز الكنيسه تخرج عن رسالتها الروحيه. كويس قوي. يعني الكنيسه تبقى سبورتيف، بتساعد، بتسند، بتدي فكر، بتدي راي، بتشجع رجال الاعمال المسيحيين اللي هم تحت، يعني ممكن يسمعوا كلمتي. لكن ما تبقاش الكنيسه تتحول الى مؤسسه انتاجيه واقتصاديه وانا عمال افكر في الارباح وسايب النفوس. مش مفروض يعني الموضوع ده يشغلني. بس هرجع بقى الحته اللي عايز اعالج بيها الثلاث سلبيات دول، هي الرعايه. يعني النهارده الشاب لما من طفولته يجد رعايه في الكنيسه وابوه حانيه، اب كاهن جميل بيبتسم في وشه بياخده في حضنه طبطب عليه لمسات دي يا سيدنا لا يمكن الإلحاد يهز الثقة والإيمان والأمان اللي حس بيه طول ما هو بيتربى داخل الكنيسة، ولا يمكن إن هو يسقط في انحرافات لا إدمان ولا جنس ولا أي حاجة من الحاجات دي، لأن هو مطمن لأبونا فبيرجع له بسرعة. أبونا أنا غلطت، فيلحقه من أول السك. عادة الناس اللي بيبعدوا بيبقوا ما تخدموش، وعشان كده نفسي بس ما تخدموش. انا مره سيدنا بالمناسبه دي قابلت راجل يعني في الخمسينات وكنت في الخارج يعني، فالظروف انه جه جنبي في الطياره، هو قعد قبلي في كرسي وانا دخلت متاخر، فلقيته اتصرف كده ملامحه مصري يعني. وبعد شويه لقيت المضيفه بتستاذني ان انا ممكن ابدل مع واحد تاني عشان واحد تاني يقعد جنبه، وراح كلم المضيف اذا انا مش عايز اقعد جنب الراجل ده. فلقيت اللي جاي مصري وبيكلمه مصري، بس لما قال له ما بحبش الاسس، كلمه الاسس دي فهمت انه مسيحي، ما سبتوش. اتضح انه خرج بره الكنيسه من 25 سنه مثلا دون رجعه، والحاجز بينه نتيجه كاهن زعق فيه قدام الناس. ففعلا يفتك الحنو. صحيح. يعني في قصه شبيهه بدي يا سيدنا. في مره كنت بزور احد البيوت في منطقه مدينه نصر، وبعدين هم عارفين طبعا اني جاي فجمعوا العيله، فبدات اسال كل واحد انت من فين، بتصلي فين، منتظم ولا لا. فواحد قال لي ساكن في الحته الفلانيه، مش هقول، وبصلي في الحته الفلانيه، مسافه بينهم بعيد. فقلت طب ليه؟ فوالدته كانت قاعده قالت له هو صغير مره دخل الهيكل كده، فابونا قال له اطلع بره، فطلع ما دخلش كنيسه تاني. قالت لي بالرغم ان ابونا ده حلو يعني، بس هي طلعت من بقه اطلع بره، فالولد قال له انا طالع. طفل او واحد في سن المراهقه، المراهق كمان يعني لا يحتمل واحد يجي احيانا كلمه طبعا حساسه. المهم بعد كده حصل ان والدته كانت بتزور كنيسه في المنطقه البعيده دي، والكنيسه دي كنيسه اثريه والمنطقه حواليها ما فيهاش سكان كتير مسيحيين، فهي كنيسه مزار يعني الناس اللي داخله فيها باستمرار غريبه. فبتقول لي ابونا وهو بيبخر بص في وشي قال لي انت اول مره تيجي. فبتقول انا استغربت ان ابونا واخد باله من الناس بالرغم ان هي كنيسه مزار. قلت له فعلا يا ابونا؟ قال لها طب احب اشوفك. فراحت حكت الحكايه دي لابنها اللي كان بكبر بقى في سن ثانوي، فعجبته، فراح لابونا دوت ولبت في الكنيسه اللي هي فيها ابونا بيقول كلمه واحده انت من فين، انا اول مره. واحد بعد واحد قرب. فاحنا محتاجين الكليروس بتاعنا والخدام كل فئاتهم ان احنا نبقى اباء نحتضن الناس
ونشفق عليهم، كفاية الظروف الصعبة اللي الناس بتعيش بيها في المجتمع من نواحي الاقتصادية وغيره. ما طولت عليك، بس ده ما عندي سؤال مهم يا سيدنا. الكنيسة مؤسسة، ومؤسسة تشعبت، والكنيسة انتشرت، إنما هل اتساعها وانتشارها وتنوع خدماتها وتعدده يتناسب مع الهيكل التنظيمي الحالي والإداري اللي بيدير الكنيسة؟ لا طبعا. ما هو المطلوب؟ المطلوب إن احنا أولا يعني الثقافة بتاعة العصر دوت انتهى منها فكرة وان مان شو. لازم يبقى في جروب شغال في كل شيء يعني. هل بالضرورة كهنوت؟ وده ممكن مش شرط، مش شرط كهنوت، بالعكس احنا عايزين أهل الخبرة يعني في كل تخصص. أنا بتخيل كمان سيدنا حتى المجمع المقدس مثلا في لجنة الطقوس اللي أنا عضو فيها يعني بتشرف بكده، مش مفروض إن احنا كلجنة طقوس مجموعة أساقفة بس نقعد نفكر في طقوس الكنيسة. اللجنة دي ممكن تعمل اجتماعات ينضم إليها شمامسة ومعلمين مرتلين الكنايس، وينضم إليها ناس مهتمين بهذا البرانش من المعرفة، بحيث إحنا لما بندرس حاجة تبقى مدروسة على أسس علمية مظبوطة، فلما نعمل أي تعديل أي إضافة تبقى مقبولة مدروسة يعني. نفس الحكاية في بقية اللجان، حتى لجان المجمع نفسها مفروض أن تستعين بكوادر من خارج المجمع، بحيث يبقى الدراسة اللي تتقدم للمجمع مدروسة. بالإضافة للسيستم الإداري للكنيسة ينبغي أن يكون في مجموعات من الناس شغالة. الحقيقة أنا تعلمتها من سيدنا أنبا موسى في سقفية شباب، ودي ميزة سقفية شباب. كله شغال جروبس جروبس، شاف الكوادر وإزاي توظفها بعد إعدادها. وبعدين الحاجة دي بقى محتاجة عشان الكنيسة اتسعت. يعني أنا بلاحظ إيه، لو أن في كنيسة صغيرة محلية يعني عدد الخدام 15 خادم، بنقدر نختار واحد امين خدمه امين اسر، خلصت القصه. لكن لما يكون في بعض الكنائس عندنا في القاهره فيها 700 خادم، التنظيم بتاعها بيبقى اكثر صعوبه. طب لما بتكلم على الكنيسه القبطيه لما كانت محصوره في مصر والسودان وورشليم، النهارده بقت في كل القارات، يبقى احنا محتاجين النهارده نضع لوائح لكل حاجه. ايه الكرايتيريا المطلوبه عشان اختار اسقف؟ ايه المواصفات المطلوبه ان يكون متوفرة في الشاب اللي هنزكيه يبقى كاهن؟ ايه المواصفات اللي مطلوبة ان يزكى انسان عشان يبقى امين تربية كنسية؟ المفروض تبقى حاجات واضحة ومحددة ومقننة، تبقى لوائح في الكنيسة. المطلوبة عشان كاهن هيخدم برا مصر مثلا، يعني عشان برضو لما نيجي واحد عايز يسافر امريكا او اوروبا او اي مكان عشان يخدم، طب ايه المواصفات اللي تؤهله لهذه الخدمة؟ هل هيروح هناك يتعب ويتعب، ولا هيروح هو نفسه يبقى ساتسفايد ان هو بيخدم في حتة مريحة وفي نفس الوقت افاد الناس وريح؟ عايزة اعادة تنظيم الحاجات دي كلها. سيدنا تقلنا عليك كتير، انا تعبت نيافة. سيدنا اضفت لنا افكار كثيرة. عفو سيدنا. سيدنا اخذنا بركة، ربنا يخليك. واعتقد كلنا بنصلي وانت هتصلي معنا ان ربنا يختار، ان ربنا يرفع عني. لا 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 يعني زي ما موسى قال له ارسل بيد من ترسل، والاخر قال له ايه؟ اللي عايزه ربنا يعمله. شكرا سيدي، باركتنا وشرفتنا. ربنا يخليك سيدي، باركتنا وشرفتنا.